الناس أنا لقمان ديركي. هكذا حدثنا هردبشت. ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديركي. بانتظار الرجولة. بعد أن نجحت إلى الصف العاشر بدأ هاجس بزوغ ذخني ينتابني، فهي لم تبزغ حتى الآن في حين كان زملائي يتفننون بحلاقة ذقونهم. وكنت منذ طفولتي أحسد الابن الأصغر لصديق والدي لأنه كان يلبس شورطا يبرز الشعر الكثيف في سيقانه وأنا بلا شعر في سيقاني، وكنت معقدا من ساقي الرفيعتين النحيلتين، لذلك كنت أرتدي السراويل الطويلة حتى في درس الرياضة. وعندما وصلت إلى البكالوريا ظلت لحيتي ممتنعة عن البزوغ، فتمنيت أن أرسب في البكالوريا كي لا أدخل إلى الجامعة دون لحية. وبناء على أمنيتي تصرفت فصعت وضعت وفعلت كل ما يخطر على البال ما عدا الدراسة، ولكن للأسف نجحت. دخلت إلى الجامعة مملوءا بالعقد، وخاصة بعد قراءتي لكتاب اللامنتمي لكولون ويلسون، والغريب لترانجي لألبير كامي، والوجود والعدم لجان بول سارتر. وكان كتاب الغريب لكامي مقررا في منهاج السنة الأولى لقسم الأدب الفرنسي، فازدادت عقدي أنا طالب الأدب الفرنسي المستجد الذي دخل هذا الفرع بسبب عقد والده أي أبي من عدم معرفته باللغات الأجنبية فجرب تعلمها بي. وكان جاري عبد المحسن عديم اللحية مثلي وكان يحلقها يوميا كي تبزغ، ونصحني بذلك لكن لا جدوى، فهناك أماكن كثيرة فارغة في وجنتي. وازدادت عقدي عندما درجت موضة اللحى الطويلة عند الشيوعيين، فكنت أجد نفسي صغيرا أمام هؤلاء الذين يتسلحون باللحى الطويلة تيمنا بماركس وأنجلس وسكسوكة لينين التي لم أستطع تقليدها أيضا. وعلى الرغم من إعجابي بالاشتراكية والشيوعية فقد قررت وبسبب عدم بزوغ لحيتي أن أكون وجوديا، لأن سارتر كان حليق الذقن. واستطعت خلال فترة وجيزة أن أعرف بكوني وجوديا، وقد استلمني أحد الشيوعيين واسمه صلاح برو في النادي العمالي وناقشني في المفاضلة ما بين الشيوعية والوجودية، وكنت أستفزه وأفضل الوجودية من دون أن أعرف شيئا عنها كوني لم أفهم شيئا من كتاب الوجود والعدم. وكان صلاح يعرف عن الوجودية الكثير، ومن معلوماته التي كان يرميها كي يثبت أفضلية الماركسية كنت أتسلح وأواجه وأناقش باستماتة حتى انقسمت الطاولة إلى قسمين، أحدهما معي أنا الغر طالب السنة الأولى الذي بلغ بالكاد 17 من عمره، لأن أبانا يوسف كاتو في الدرباسية رفض أن أدرس الصف الأول ووضعني في الصف الثاني مباشرة، فزرع في عقدة الصف الأول التي عوضتها بأن جلست 4 سنوات في السنة الأولى من قسم الأدب الفرنسي. كانت اللحى منتشرة بشدة في تلك الفترة، وكان أصحابها يتفننون بتشذيبها وتهذيبها، المتدينون من جهة والشيوعيون من جهة أخرى، بينما كنت أمشي بينهم دون لحية ألحق برجولتي الهاربة. وبزغت لحيتي، ولكن لحية خفيفة يجب أن أحلقها على الدوام كي لا تظهر عيوبها، فهي موزعة بشكل سيء وقليل على وجهي. ومرة نسيت حلاقتها لأيام فقال لي محمد آل رشي: احلق لحيتك يا زلمة، لأنه إذا ما حلقت الناس رح يفكروا أن وشك موسخ. وتعقدت أكثر، سنوات وسنوات مرت وانهار الاتحاد السوفيتي وحلق الجميع لحاهم، ونسيت عقدتي إلى أن قالت لي حبيبتي: لا تحلق دأنك. فانصعت لرغبتها وخرجت بعد شهرين من البيت بلحية فوضوية وأنا أسمع جملة واحدة من الجميع: ياي شو حلوة دأنك،
مثل دقن جيفارا. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.